راجل طيب جميل رائع، الدنيا جات عليه حبتين، ظهر معانا في برنامجنا التاسع. هذا الرجل الطيب الجميل الرائع اللي الدنيا جات عليه حبتين، لما الدنيا جات عليه اول حبايه، بنته ومراته تخلوا عنه اهو. تاني حبايه انه واقف بياكل عيش بالحلال زي ما انتوا شايفين في الشارع، يشوف الناس الجيران في الحته، ياخد الغسيل يقعد يكويه، جايب الترابيزه وسالف في المكوه وعاوز ياكل عيش. كل احلامه في الدنيا قال ايه؟ انا عايز معاش تضامن. الراجل ما طلبش حاجه. احلى شعب في الدنيا، احلى انسان في الدنيا، المصري عمره ما كان طماع، عمره ما كانت عينه مش مليانه، عمره ما بياخد حاجه مش بتاعته، هو مش عاوز حاجه. كل اللي قاله معاش التضامن بس. انت عارف انا كنت بقول ايه؟ بقول يا جماعه لازم نشوف له محل كويس يقف فيه عشان يبقى ايه يعني، يشتغل كده وياكل لقمه عيش وبتاع. فلقيت الحقيقه بصراحه وزاره التضامن قرروا يوفروا مساعده عاجله. دكتور احمد عبد الرحمن مدير مديريه التضامن الاجتماعي بالقاهره، اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا اهلا استاذ يوسف. اهلا اهلا يا دكتور، ازاي الحال؟ اهلا معاليك، وكل سنه ومعاليك طيب، ومناسبة بالصحه والسلامه قدوم عيد الفطر، عيد الاضحى المبارك فن. اللهم امين، وعيدوا علينا كلنا يا رب بكل خير ويمن وبركه يا رب يا رب. وطبعا يا رب انا اشكرك والله، واشكر معالي الوزيره على الاستجابه السريعه جدا قوي خالص دي. فنم معالي الوزيره اول ما المناشده وصلتها فورا ادت تعليماتها لمديريه التضامن الاجتماعي بالقاهره، كان النهارده في تواصل مع المواطن. انت عارف حضرتك نحن كما احب دائما ان القب وزاراتنا فهي وزاره جبر الخواطر، أيوة، وزاره قضاء الحوائج، ونحن نحلق في سماء قضاء الحوائج في هذا الوطن بجناحين، الجناح الاول هي الجمعيات الاهليه، والجناح الثاني هو الجهاز الاداري في هذه الوزاره والمديريات التابعه لها. على الفور تم التواصل بتعليمات معالي الوزيره النهارده مع هذا المواطن الكريم، ونزلت بقى ولجنه فورا للمكان اللي حضرتك اشرت اليه. وطبعا اتضح ان هو ليس مقيما في القاهره ولكن مقيما في محافظه القليوبيه وتحديدا في منطقه ابو الغيط. ماشي. تم التنسيق فورا مع زميلي مدير مديريه القليوبيه، وتم فورا التعامل بالبيانات بتاعه المواطن، وهيبتدي نصرف له مبدئيا نفس قيمه مساعده التضامن الشهريه، مساعده مقدارها 500 جنيه. وكان في المناقشة بتاعته قال انا عايز وزيره التضامن بناشدها ان هي تصرف لي معاش التضامن 200 300 جنيه في الشهر، هنصرف له من خلال مؤسسه التكافل ان شاء الله بعد ظهوره في برنامج معاليك. ان شاء الله هيصرف من مؤسسه التكافل 500 جنيه كل شهر، دي الجزء الاول. اما الجزء الثاني فهو طبعا بلغ 65 سنه. فاحنا عندنا المواطن لما يعدي 65 سنه وما بيحصلش على اي دخل من الدوله، يبقى من حقه التقدم الى معاش كرامه. احنا عارف حضرتك عن حنايه تكافل وكرامه. كرامه ده استحقاق فردي لما يكون المواطن اما صاحب مرض عضال او تعدى سن ال 65 سنه ولا يتقاضى اي دخل من الدوله، فمن حقه ان يسجل في معاش كرامه، مساعده كرامه للحصول على معاش كرامه كل شهر. وبالبيض بتعليمات معالي الوزيره امرت ان احنا بالفعل على الفور هنسجله ان شاء الله بعد استيفاء اوراقه في مساعده كرامه، وان شاء الله مجرد ما تستوفى الاوراق باذن الله تعالى يحصل على هذه المساعده باذن الله تعالى. باذن الله باذن الله. انا مش عارف اشكرك ازاي والله، واشكرك جدا من قلبي، واشكر لي معالي الوزيره يعني بالنيابه كده، واتمنى انها تكون شايفانا او سمعانا. هي دي وزاره جبر الخواطر. انا دايما حتى اقول لمعالي الوزيره اقول لها دي وزاره الغلابه.